ايه النيورال نتورك؟ دلوقتي في ناس بتفكر، يعني اللي عمل مثلا الكي ان ان او اللي عمل الكي مينز او حاجه، ده مجرد انسان فكر بالطريقه دي، قال انا عايز اكلاسفاي السامبلز، ان انا اخد السامبلز اللي قريبه من بعض، اكلاسفاي السامبلز اللي مش عارفه ايه، يعني كل واحد عمل الجوريزم معاه. النيورال نتورك الحد اللي فكر فيها قال ان احنا دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نخلي الكمبيوتر زي يفكر زي الانسان. طب الانسان بيفكر ازاي؟ بالعقل بتاعه. طب العقل بتاعه بيفكر ازاي؟ العقل بتاعه بيفكر بنيورونز، يعني في خلايا عصبية، كل خلية بتدي للخلية اللي بعدها. ثواني كده، يعني انا مثلا بيكون عندي خلية زي كده، تمام، الخلية دي بتدي لخلية بعدها، في خلية بتدي الخلية اللي بعدها، وممكن يبقى عندي أكتر من إنبوت تدي الخلية واحدة، تمام؟ طبعا تخيل إن الكلام مش ظاهر، بس أنا هخليه ظاهر دلوقتي، تمام؟ فأنت لما بيكون عندك يعني البرين، لو إحنا حد عم شاف، يعني بحث عن تكوين البرين، لأنه بيتكون من سيلز معينة، كل سيل بتبعت إشارات للسيل اللي بعدها، ممكن السيل دي تاخد اشاره، تاخد سيجنال من اكتر من اكتر من انبوت، او اكتر من سيل، من خليه في البرين، وفي الاخر الخليه دي بتعمل عمليه معينه وبتطلع لي ايه في الاخر اوت. العمليه دي ممكن ان هي تجمع الحاجات، تعمل اي اوبريشن، لينير او نون لينير. فهي دي فكره الايه، النيورال نتورك، ان انا عايز اخلي الانسان، عايز اخلي البرين يفكر زي الانسان، وفي الاخر يعمل كلاسيفيكيشن ان كل اللي قدامه ده مثلا اوبجكت نوعه ايه او كده. يبقى انا لازم في الاول اسيموليت البرين، اشوف البرين بيفكر ازاي، وبالتالي ابدا ان انا بقى ايه، ادخل الانبوت بتاعي، الفيتشرز اللي عندي ادخلها للسيل دي، والفيتشر التانية ادخلها للسيل دي، وبعدين ابدا اعمل اوبريشن معينه، وفي الاخر اطلع الاوت. دي بس، ده على سبيل المثال، او ابسط حاجه للنيورال نتورك. طبعا في ديبيتس كتيره بقى، او في حاجات كتيره ظهرت، ان طيب الفانكشن اللي النيورون دي هتعملها لينير ولا نون لينير. فلو احنا عملناها لينير هنضطر ان احنا نكلاسيفاي حاجات معينه، يعني مثلا في الاخر اقول لك ان الشيب اللي موجود قدامك ده مثلا سيركل ولا ريكتانجل ولا كذا، حاجات بسيطه. لكن لو انا عايز اقول لك ان الشخص اللي قدامي ده هيومن ولا مش هيومن، فانا محتاجه ان انا احدد بناء على حاجات كومبلكس، فبالتالي الفانكشن اللي هتعمل في النيورون دي هتبقى صعبه. ده بس ببساطه النيورال نتورك. فلو انا اعترضت، في حاجات كتيره ممكن، اسئله كتيره بقى ممكن تقابلنا في النيورال نتورك، ان انا عندي كام فيتشر، ممكن يبقى الانبوت بتاعي فيتشرز كتيره مش مجرد اتنين، طبعا انا برسم وايه ويظهر بعدين. الفيتشرز دي بتبعت لكام خلية في النص؟ ممكن تبعت لكتير، ممكن تبعت الليفلز، أنا عندي هنا مثلا 3 وهنا 2 وهنا 1، طبعا مش شرط يبقى بنفس العدد. خليني أوريها لكم.